أهلا بكم إلى آخر أخبار عالم السيارات من القدس دوت كوم. بعد طول انتظار BMW تكشف عن إصدار كوبي لجميع سياراتها من الفئة السادسة الجديدة. لكساس تعرض لقطات فيديو للكساس LLGH عديمة المرايا. هذا وسيتم الكشف عن السيارة بكامل تفاصيلها الرسمية في معرض السيارات الدولي الأسبوع المقبل في نيويورك. بعد اختفائها من السوق البريطاني لعشر سنوات، بنتلي تيربو آر تعود من جديد. لمن لم يصدق الأخبار، نعم، BMW M3 Pickup، وها هي صور لنثبت لك ذلك. أكبر وكيل في العالم لرولز رويس يفتح أبوابه في أبوظبي. هذا ومن المعلوم أن نسبة كبيرة من مبيعات الشركة تستقطبها منطقة الخليج العربي. مبروك، أصبح الآن بإمكانك امتلاك لامبورغيني بكل سهولة، ولكن لامبورغيني لابتوب، حيث قامت شركة أسوس لأجهزة الكمبيوتر بإطلاق لامبورغيني لابتوب VX7 يعمل بمعالج انتل كور i7 وهارد ديسك بسعة 1.5 تيرابايت. سعر الجهاز حوالي 3000 دولار. نعم السعر مرتفع، ولكنه بالتأكيد سيوفر عليك 350,000 دولار التي كنت ستدفعها مقابل لامبورغيني حقيقية. تابعونا دائما على القدس دوت كوم لمعرفة كل جديد في عالم السيارات.